شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ايش فيك؟ يبا شكلك قادر. تعال 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 يبا شو اسوي شو اسوي يبا؟ يبا اتصل بعمتي. اتصل بعمتك اتصل بس البس عقال. البس ثياب وايد. يبا يا رب يا رب. سماش يا ابو حمني شيك خيي ساكني راسي مالي خلق الله يداك بس شنو ساكني راسي دقدق دقدق خيي دقدق ايش فيك يا ابن الحلال قلت لك مالي خلق خلاص اسمحوا لنا يا جماعه حياكم الله سماش خيي سألك الحين زعلوا الشباب ومشوا شيك ترى عد سأل لك أسبوع من تزوجت حالتك يرثى لها لا تضحك لا تغشمر ما أدلي هالبوز شيك عسى ماشا إنزين انت شكو مو عاجبك يا أخي قوم قص معاهم لا تأذيني خلاص قلت لك مالي خلق عقوب فابو حموني متى ما صار لك خلق حبيبي دندن خلا لحق على الربع يلا يلا حبيبي ماما الله طمع الكريم يا رب يا رب سترك ولطفك يا حبيبي يا رب يا رب يا رب استر يا رب يا حبيبي الطف الطف بحالي يا رب اللهم لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف بي يا رب يمه مو زين قاعد تسوينها بروحك من اول ما طلعت تحوسين مو قادره يا يمه مو قادره نار نار شابه بقلبي يعني لحستي بترتاحين ان شاء الله الحين يلقونه ان شاء الله الله يسمع منك يا يمه الله يسمع منك هاي يمه لقيتوه يمه ما لقيناه وحسرتي يمه وحسرتي على وليدي راح يا 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 يمه انت شويه الله يرضى عليك احنا دورنا الحين ليه شارع العام وبالفريج وما لقيناه باكر ان شاء الله خير ما لقيت وين راح وين راح يا حسرتي يمه يمه هدي نفسك اكيد راح عند واحد من ربعه زين يا يمه ليش ما بلغتوا المخفر يمه رحت المخفر قال اذا غاب يوم كامل بعدين تعالوا وانا انطر يوم كامل وش ينطرني يا يمه هذا طالع لا دوم لا بعزات يمه ما يخالف هدي ناصر مو ياهل اكيد رايح عند واحد من ربعه لا تحاتين السلام عليكم يعطيك العافيه عمي بس شوف ايش صار صار كل الخير ان شاء الله الحين عندها عمتها الله يسهل عليها يلا وهي شلونها بشر عمي شلونها الله يسهل عليها عمي صار لها ايش كثر داخل صار لها ساعه 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 خليفة خلاص لا تحاتي عمي سامحني أنا من الخبصة حتى ما سلمت عليك سامحني ما على معذور يا ما معذور بنات شلونكم لولوي 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 الحمد لله على السلامة بعد ليش راد؟ كان نمت برا مرة واحدة فكينا زين حاكيك ما شفتي لولوي مو موجودة بالدار راحت مع أمي وأبوي المستشفى شيخة بتولد بعدين تعال يعني أنت ما شفت موتر أبوي مصافط برا؟
وانا فاضي يعني هي شيك على المواتر قبل ادش. لا وشك فهود ها ترى ما هي عدله انت توك معرس كل يوم تطلع ما ترد الا وي الفير. وانت شكو في احد اشتكى لك الحال؟ لا بس مو هذه لولو اللي كنت بتموت عشان تاخذها. شوف جابلها فكينا زين. لا وشك لا حول ولا قوة إلا بالله. وين راح؟ الله يستر. بس يما شو موقفك هني؟ أنطر أخوك. أنت من أمس مو نايمة صح؟ شلون أقدر أنام يا يما وأخوك مو بالبيت؟ كل ما حطيت راسي على المخدة الفكرة فكرتيني ما قدرت يا يما. كني مسدحة على شوك قلت انطراني يمكن يرد. يما نصور مياه راح يرد. اي يما بس انا خايفة يكون سوى بروحه شيء. الله يستر. استغفر الله. يما لا تفاولين ماكو شيء ان شاء الله بيرد. لا تفكرين بهالافكار. شفتي يما انت بروحك تعبان وتشتكين من ظهرك ليش واقفة؟ ما يخالف يا يما خلني انطره يمكن يرد بعد شوي واللي عافيك. يما يما لا لا بيرد خلاص روح رايحة يلا. الله يسمع يلا منك يا يما. الله يسمع منك ان شاء الله. استغفر الله. بسم الله لا اله الا الله. مبروك ما جاتش يا بنيتي. يتربى بعزكم ان شاء الله. الله يبارك فيك عمتي. بسم الله. خليفة وده يدخل تعمد لك بالسلامة. يبا واللي عافيك لا تكدرني ما بي اشوفه وندش يا ويله. الله يهديك يا يبا خلي شوف ولاده. هاك ولده خلي ياخذه. شوي خلي ياخذه. شوي تشقاطه لعبه. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الرحمن. هاك يا يبا لا اله الا الله. شوي لا اله الا الله. محمد رسول الله. ايش فيك توك والده مو زين تكدرين عمرك؟ يا ما بي اشوفه بس خلاص نوى. بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا ولدك. بسم الله ما شاء الله لا اله الا الله. عمي اخاف اشيلها. عمي اذن وكبر واقم الصلاه بدونه. الله اكبر الله اكبر. الله يجعله من الذريه الصالحه ان شاء الله. عمي يشبهني. لا سبع وجيه لا اله الا الله ما شاء الله. عمي انا نويت اسمي خالد. هو مو على كيف يسمي خالد. انا قلت عيسى يا عيسى. ها علامك انت المساله عناد. لا مو عناد. واذا سماه خالد خلي ياخذه ما بي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك ذكري ربك قولي لا اله الا الله. ينيتي اي ما حد يجبرني اني اخذه. وان جبتوا لي البيت ما مكلفه بي ما بي خلي ياخذه. وي حول ولا قوه الا بالله. ايش هالكلام هذا اللي تقوله؟ ترى اعطينا شوي وأشوف فسختيها. عقلي كبري عقلك عاد. عيب اللي تسوينه. شو ما تبينا يعني مو ظناك. ظناي بس أنا اللي بسميه. استغفري ربك يا يما. شفيك الله يهداك شنيتي. إذا أنت عبالك قاعد عندينا وتحرينا تراك أنت غلطانة. الولد ما له ذنب. إن سما خالد خلي ياخذه. أنا ما بي قلت ما بي. بسم الله بسم الله. لا ينت هذا ينت. لا إله إلا الله. ينت وقعدت أي هو شفيك؟ لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا يما. بسم الله. من صدق هذا يا عمي؟ الحين بتخلى على اهلي عشان بسمي خالد؟ هذا حكي هيبه. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العلي العظيم. خليفه يبه سوي اللي تبيه. هذه مي صاحيه. باكر لو وعد تشوف اللي سويته غلط. سوي اللي تبيه ما حد يلومك. الله يكون بعون هالاهل. عيسى خير؟ لا محشوم عمي لك الحشيمه والكرامه. اقصد الياهل. حسمي عيسى وعيسى ترى ما يتخير عن خالد. كفو والله. اشهد انك رجل من ظهر رجل. عمي زين اللي ما قالت بتسمي برعي كان بتلعسنا. اروح ابلغها. ما
شنو منو؟ شفيكم؟ ليش ما شفيك؟ وي هذا انتي الله يبليسك على بالي اخوك. اي ما ادري شلون غفت عيني. اي ما احسن لك ارتاحي من امس هذه قعدتك. شلون ارتاح يا يما؟ شلون ارتاح اخوك ما ادري وينه؟ يما لا تحاتي ان شاء الله ما عليه الا العافيه. الله يعافيك. انت وين ماخذه التليفون ورايحه؟ يما دقيقه بس ماني مطوله. نورا لا تعلين قلبي، اشوف خلي التليفون يمكن اخوك يتصل ولا حد ربعه ويلاقي التليفون مشغول، خليه هو خليه. يما بتصل على طيبه بشوف ليش بطت، مو عوايدها. ليش عندك؟ عندك امتحان ولا شيء مهم؟ لا يما ماكو شيء عادي. يلا انزل زدتك بسرعه. الو هلا طيبه. امرش طويل توني جايه بدق عليك. انت متاكد ما شفته؟ قلت لك انا صار لي شهرين ما ادري عنه، من يوم ما قطع الجامعه ما ادري عنه، بس بيني وبينه تليفونات. ايه زين، ما تعرف احد من ربعه راح لهم شيء؟ لا والله كلش. تعال يمكن عند احد من اهلكم. لا سالنا مو هناك. شنو؟ زين زين يلا. اقول علي هلا. ماني خابر انك تحب القرايه وايد. والله ماكو فراغ هالايام، طايح له قرايه ماكو شيء. شلون فراغه؟ مو امتحانات الحين. عاد انت تصيد علي يعني. في القرايه دراسه كل واحد له وقته يعني. علي انت متاكد ناصر مو عندك؟ نواف انت اخو العود بقص عليك يعني، لو عندي كان قلت لك. شوف علي، اذا طلع ناصر عندك اركب لك مصراع، مصراع حصان، فهمت؟ فهمت فهمت. قلت لك مو عندي يعني. يلا. ناصفة قعدتك؟ صار على شيخة؟ الحمد لله ولدت. شابك؟ ولد بتسميه عيسى إن شاء الله. مبروك ما ياكم. الله يبارك فيك. فأنت وين رايح؟ غسل وبروح شركة. أمس بترديت. الفير ليش؟ لا ولا شيء، بس ليش ما تريح الحين؟ والمغرب تي معي نسير على شيخ المستشفى وتشوف عيسر الصغير مرة واحدة. تبيني أنا هي معك؟ إنزين أنا نايم عدل مرتاح، أنت نامي ريحي شوية، أنا بس أروح الشركة ورد إن شاء الله المغرب روح يبين. إن شاء الله. لولوة تعالي دلال. لولو طيبة توفت وتقول تبيك ضروري. ليش صاير؟ والله ما أدري بس ظاهر في شيء، ما هي خالية. الله يستر. طلع من أمس وما يدرون عنه شيء. قلت أنشدك ما تدري وين يمكن يروح؟ يعني ما تعرفين أحد من ربعه يمون عليه؟ كلش؟ لولو ولي سلمك، إذا تعرفين شيء قولي. لولو علامك شفيك؟ شفيك؟ ليش تحكين قصب؟ في حد يمك؟ اي متى صار هالحكي؟ زين طيبة طمنيني، قولي لك ايش اول باول. زين يلا مع السلامه. ها ايش فيها؟
عادي ماكو شيء. لول والله هداك شيء ماكو شيء، كل هالدموع ماكو شيء، تحكي عاد لا تخرعينا. ماكو شيء دلال. لول ويبا تحكي ايش قالت لك طيبه؟ ماكو شيء فهد. شلون ماكو شيء؟ ليش قاعد تبكين عيل؟ اكيد قالت لك شيء قدرك. فهد لا تهم، قلت لك ماكو شيء. بالطقاق زين؟ لولو حبيبتي ايش فيك؟ ناصر؟ زين قولي صاير. تهاوش مع اخوه امس بالليل. طلب من البيت قاعد يدورونه ما يدورونه وين راح. ما حد لاقيه. خلاص حبيبتي اهدي، لا تسوين بروحك كذي. يعني وين بيروح؟ تلقينا عند واحد من ربعه. حمي انا ماني قادر افرح ولا استانس. البيت كلهم كارهيني. انا من امس ما ذقت النوم. اخواني اللي هم اخواني ماني قادر احط عيني بعينهم. امي بالدشه وطلعت تدعي علي. تدري يعني شنو امك تدعي عليك يا عمي؟ خليفه انت اللي سويته له هين ولا هو سهل. يعني الحقيقه ما هقناها منك. انت خليفه العاقل المتربي ولد العوائل سويه السوات هذي. زله يا عمي زله. انا ما حسيت بنفسي ايش سويت. ما حسيت بنفسي الا لما الشيخه بطلت الباب علي. حزتها بس صحيت. ما ادري شلون. احس اني شني كنت مسحور. والله ما ادري ايش اقول لك يا ايبا، ما ادري ايش اقول لك. عمي تكفى كلمها. كلمها يا عمي. كلمها خلي ترد. واللي تبيه بيصير. اللي تامر عليه بيصير، بس خلي ترد. ودي يا ايبا ودي، لكن تعرف شيخه. شيخه راسها يابس. ما حد يقدر عليها. ثم انك اللي سويتها شيء ما نسي. كله منها يا عمي. كله منها. أنا بغيت أدش البيت بشوف مرة تبتسم لي تكلمني، بشوف الحنية بعيونها. هذا الشيء كله ما شفته بشيخه يا عمي، شفته برا. يا خليفة الغلط ما يتصلح بغلط، وانت اللي سويته ما يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. كلن ببيته شغلة كذي، شلون؟ هو اللي عدلها بدينا، لكن ما يروح يسوي سواتك. استغفر الله العلي العظيم. هذا اللي سويته غلط يا عمي، بس أنا بني آدم. بني آدم وغلط يا عمي، شلون يعني بني آدم ما يغلط؟ زلة يا عمي زلة. كلمها تكفى يا عمي، تكفى كلمها خل ترجع. واللي تبيه بيصير إن شاء الله. وبعدين صار؟ ما أدري، تراجعنا. مديت يدك علي؟ هو اللي بدأ. وين نواف ايش فيكم يا هال؟ ما قدرت استحمل اشوف امي تبكي، خصوصا هو لما يقول انا ما بكمل دراستي. حسبت وصار اللي صار. الله يهديك، بس كان خذيته على قد عقله. خوه بروحه تعبان وساكه في الدنيا. ما ادري ما قدرت استحمل. زين نواف. هلا. انت تحبني كثر ما ناصر اخوك يحب لولو؟
أنا أحبك كثر موج البحر. يعني لو صار فينا لا سمح الله نفسهم بتكره الدنيا وباللي فيها عشاني؟ تبين الصج ولا كذب عليك؟ أي طبعاً الصج. أنا ما راح أسوي اللي سواه ناصر لأن أنا أحبك بعقل، بنفس الوقت أحب أهلي وأحب إخواني، واللي ما في خير بأهله ما في خير حق حبيبته. هذا عقلك وما يبوني أحبك ما يصير. شايفة راسك أنتي؟ لا تضحكين كذي قدام العالم، لا تضحكين. إنزين. أقول شيء خيمة. هلا عمتي. ترى المسامح كري والريال يا يمه. عمتي ولي عافيك ما بيسمع هالطاري. الله يهداك بس. دام انه اعترف بغلطته وقال لي سامحيني، يا حد ما فيها شيء سامحي يا يمه علشان هالياهل. وش دراك انه حس بغلطته؟ وش دراك انها مره ولا ثنتين ولا ثلاث ولا حتى عشر؟ عاد هذه بعلم الغيب، انا ايش دراني؟ عمتي تهقل ومطايحه علي امس، كان قال؟ كان تحكى؟ شلون تبوني اجاب له؟ ولا حتى يجيسني؟ ولا اضحك ولا اسولف مع عمتي؟ ما ابي ما ابي. يا يمه دام ان الريال اعترف بغلطته وخلصنا. خلاص شاريك الريال وقلت لك مو علشانه، لا ينقص هالولد بينكم هذا نصين، والمرة مو كل يوم لها ريل. إذا عليها لا تحاتين، بربي أحسن تربية، ماني بعزة واحد سفلة مثل خليفة. عسى الله يهديك بس، عسى الله يهديك. عمتي تهقل لو أنت شايفة عمي عبد المحسن بهالموقف، بتسامحينه؟ شفتي شلون؟ ما تقدرين تحطين نفسك بالموقف، ماني قادرة أتخيل موقفه. ذكري يلا وتعوذي من ابليس، قلت لك علشان الولد اللي بينكم. وانا ما ابي عفته، خلاص ما ابي عمتي، لا تطرين طاريه واللي عافيك. لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا خالتي بس، عيونك انشفوا من كثر البكي. مو قادره، راح وليدي، راح ناصر يا جميل، راح راح راح. الحكي تعوذي من ابليس، ان شاء الله ما في الا العافيه، لا تقولين عليه. خالتي لا تقولين هالحكي، عدل كلامها، بدل لا تبكين ادعي له، ما رده بيرد، وين بيروح يعني؟ يا رب يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هاي يمه لقيت امه؟ يا يمه الله يهديك، وين لك هنا؟ انا كنت من اليوم بالدوام ما طلعت، نواف هو اللي استاذن وراح يدوره. يا حسرتي على وليدي راح. يا يما الله يهديك، ذكري يلا. لا اله الا الله. عليكم السلام. ها يما لقيت امه كذي؟ اقول لك لقيت يا يما، فرح قلبي يما يما. دلال طرشت الغداء حق امك ويا شيخه؟ ايبا توسر راح مودي. بارك الله فيك. ستي لولو تليفون عشانك. منو؟ ستي عواطف طول عايزة اكلمك ضروري. ان شاء الله. فهد. هلا يبا. علامك ما تاكل؟ شبعان مخربط بالدوام. الحمد لله. يلا يما سمي بسم الله وكلي. اكلوا يما عليكم بالعافية ما اشتهي. يما ما يصير كذي، لا يدقمه واحدة علشان خاطري. يما ما ابي ما ابي اكلوا. يما لا تكدرين روحك زياده، مو زين، ان شاء الله ناصر ما في الا العافيه. انا شاك بشغله بس ان شاء الله يطلع صح. شنو يما قول؟ يما انا شاك ان ناصر منخش عند واحد من ربعه بس ما يبي يقول. منو هذا واحد من ربعي يا يما؟ قول. انا شاك انه عند علي رفيج اللي بالجامعه. زين يما واللي حافيك؟ قوم ودني وانا اي رب الحكي اطلع من الحكي كله اذا كان هو عنده ولا لا. واللي حافيك يا يما؟
يوم الحين حزت غدا شلون اوديك هناك؟ ما يصير. نواف لا تعل كبدي، بتوديني ولا اطلع بالسكه اخذ مواصلات؟ خلاص يمه خلاص خلاص. قوم الحين. الحين يمه واللي حافي قوم ودني. هي قوم واللي حافي برد قلبي يا يمه. قوم. انا ترى قاعد اقول تشاك. زين ما يخالف يمه، انا طلع من الحكي. قوم قوم واللي حافي قوم. قوم يمه تغدى وتغدى. حط بالك هناك. ياك ياك ياك. هلا نواف. علي. السلام عليكم. الوالدة بتحاجيك. هلا خالتي. شلونك يمه؟ الله يسلمك. يمه واللي عافيك. أنا جايتك بهالقايلة وانشدك انشدك عن ناصر. إذا عندك يا يمه قول لي. خالتي أنا كلمني نواف بالجامعة وقلت له إن ناصر مو عندي. يمه قول الصج. قول الصج واللي يسلمك. أنا مهمتك. لا تقص علي يا يمه قول. خالتي لو ناصر عندي كان قلت حق نواف ليماني بالجامعة، بس صدقيني ناصر مو عندي. احلف احلف انك انت ما شفته من امس. احلف يا يما قول لي. زين تفضل 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 نواف. حياك خالتي حياك. حييك يا يما. حياك خالتي. جزاك الله خير. يما ناصر. ناصر يما شلونك يا بعد عمري؟ انت عليك يا يمه تسوي فيني كذي؟ شلون انت؟ يمه سامحيني مو قصدي يمه. بس يا يمه لا تبكي لا تبكي. عقلي وقلبي راضيين عليك يا بعد عمري. سمعت حس. أنا قلت يا من اللي موجود فوق؟ أدركت أنتي؟ استغربت؟ يبا شيخ موصيتني على كم غرض، تقول طيب ما تدلهم. قواك الله. لولو. هلا يبا. شلونك أبوي؟ الحمد لله. شلون فهد وياك؟ الحمد لله زين. لولو حطي بالك على بيتك وحطي بالك على رجلك وتعلمي من اللي صار حق اختك. حاضر. عافية عليك أبوي. نبيك تردين لولو. لولو اللي نعرفها. لولو بنت سارة العزيزة. بنت عيسى. لولو السنة اللي ما تعرف العيبة. إن شاء الله يبا. بارك الله فيك. ما اقدر يما. شلون ما تقدر؟ هذا بيتك، بيت امك واخوانك، بيت اللي يحبونك يا يما. يما كل شيء في البيت يذكرني فيها. شلون تبيني ارد؟ وهني بتنساه؟ بحاول بجرب.
وتخلي أهلك وبيتك. ما بيش تحسي فيني، كل شيء في البيت يذكرني فيها، كره داري لأن هناك أتكلمها بالتلفون، كرهت مكتبي اللي كنت أكتب لها رسائل هناك، كرهت فراشي يا إما، أنا كل ما كنت أنام يا إما كنت أحلم فيها. تخيلها بكل مكان يا إما، كنت أتخيلها تساعدك في المطبخ، كنت أتخيلها قاعدة بالصالة مع نورة وتضحك، كنت أتخيلها يا إما توكل حمام أبوي الله يرحمه. شلون يا إما تبي تدري؟ ما يخالف يا يما، احنا نعاونك، احنا نخليك تنساها يا يما، بس رد لبيتك واهلك. ما علي يما، بعدين ان شاء الله. متى يعني بعدين يا يما؟ يوم يومين ومتى؟ يمكن اكثر يما. اكثر؟ انت برا منا يا يما؟ يما لا تقولي كذي، لا تعورين قلبي. ما عاش اللي يعور قلبي، جاء اليومي قبل يومك يا يما. بسم الله عليك يما. يما تخلي ناصر على راحته، بينه تعبان وايد، قلبه جاي يعوره وايد. يما ويدي للبيت، اي وقت اشتاق لنا واشتاق حق البيت راح يرجع. خليه على راحتي. شلون؟ شلون اخلي ولادي حشوش يوم فيني قاعد؟ شلون يا يما؟ ما يخالف يما. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا قومي. زين يما ولي يسلمك ولي يعافيك عشان خاطر مويمتك. دير بالك على روحك يا يما، وكل عدل ما وصيك. ان شاء الله. يلا يما. لا ولا قوة إلا بالله. السلام يا يما. السلام عليكم. هلا هلا هلا. متى شلون؟ يما وين فهد؟ مو قال بي معاك؟ اي فهد قال بي، بس بعدين قال لي عنده شغل. شيخه شلونك؟ الحمد لله بخير. ايش فيهم خليفه طالع من الدار تصيح؟ سلمت عليها ما ردت. ايش فيها يعني بعد؟ تبكي من فعل ولدها الشينه، تلم الياهل على قلبها مسكينه وتبكي، تقول حسبي الله على خليفه اللي بحرمني منه. وعلي. ومن قال انها بتنحرم منه؟ مهما كان هذا ولدهم وما نجي لي له اصل، وقت ما بقى بطرشه مع امينه. عسى الله يهديكم، بس الله كريم. تبي رخصونك؟ ما ادري، الطبيبه تقول يبي لك بعد يومين عشان يطمنون اكثر. يلا الله كريم. جبتك اللي وصيتك عليه؟ اي كل شيء موجود ان شاء الله. عيل طيبه، وين هي؟ بالبيت قاعد تدرس، تقول عندها امتحان. مبادر. هلا علي، حياك حياك. بسم الله. السلام عليكم. عليك السلام، شلونك؟ حلو اخوي، ايش الاخبار؟ الحمد لله تمام. كنا الكتب على حطيتهم ما قريت شيء. والله ما ادري ايش اقول لك، ماني قادر اركز، كل ما اقرا شيء
لما اروح صفحه ثانيه انساها. ولي اقول لك شيء تاخذني على قد عقلي. شنو يعني؟ يعني بشور عليك شر. يلا على يدك. ليش ما تكتب؟ ايوه انت مصدق. اقول لك ما اقدر اركز، قول لي اكتب. هذا انت خذيت السالفه من نصها كلها تاكلني بكشوري. خلنا اكمل. يلا تحكي. من عرفتك وانت تحب الكتابه والقرايه، وكل يوم والثاني جايب لي قصه اقراها اقراها، عبالك مولود بمكتبه انا. هالمره هذه ليش انت ما تكتب عنك؟ ليش ما تكتب قصتك انت ولولو؟ ايوه انت ينيت. اقول لك انا بنساها، تقول اكتب عنها؟ اي تكتب عنها، ويمكن اللي فيك هذا كله يطلع بالورق وراسك يرتاح. يا اخوي اللي بينك وبين لولو انتهى. انا اسف اقول لك هالكلمه، قصتك انت مع لولو انتهت. فلازم تسوي شيء، لازم تمارس حياتك بصوره طبيعيه. تلقى اذا كتبت عنها راح انساها. امسك شايك اول. من الحين اقول لك انت ما راح تنساها، بس على الاقل تنسى ايش كثر انت تحبها وتبيها وتقدر تعيش حياتك.